بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مدينة الملك عبد الله الطبية في هذا اليوم بالاحتفال باليوم العالمي للربو من خلال إقامة فعالية توعوية للمرضى والمجتمع حول مرض الربو الذي يعتبر من الأمراض المنتشرة في المملكة العربية السعودية في فئات الأطفال وكبار السن. ومدينة الملك عبد الله الطبية إيمانا منها بدورها المجتمعي للتثقيف الصحي حول هذا المرض تقيم هذه الفعالية. ومن خلال هذه الفعالية نقوم بشرح أعراض مرض الربو للمريض، وكذلك شرح كيفية استخدام العلاجات لمرض الربو، وأيضا وضع الخطة العلاجية للتثقيف الصحي لمرضى الربو، مما يساعد بعون الله تعالى في علاج هذا المرض والتحكم فيه. وبعون الله تعالى سنقوم بالتوسع في هذه الأنشطة المجتمعية من خلال إقامة هذه البرامج التثقيفية في المولات والأسواق العامة من أجل الوصول لأكبر شريحة من المجتمع وتثقيفهم حول مرض الربو الذي يعتبر من الأمراض المنتشرة في المجتمع. أتقدم الشكر الجزيل أيضا لإدارة مدينة الملك عبد الله الطبية على دعمها المتواصل لإقامة مثل هذه الفعاليات، والحمد لله رب العالمين. تنظم وحدة الأمراض الصدرية بقسم الباطنية بمدينة الملك عبد الله فعالية الربو، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للربو. مرض الربو هو من الأمراض الشائعة في المملكة والتي تصيب الصغار والكبار على حد سواء، وهو مرض مزمن يسبب التهاب مزمن في الشعب الهوائية، وهذا يؤدي إلى تكرر انقباض في الشعب الهوائية عند التعرض لبعض المؤثرات البيئية والالتهابات الفيروسية، وهذا يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الكحة وتضيق التنفس وظهور صفير في الصدر. أقمنا هذه الفعالية وذلك للتعريف بهذا المرض وأعراضه وتوعية المجتمع والمرضى بهذا المرض وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن هذا المرض والأدوية المستخدمة في هذا لهذا المرض.